السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غادي نحضر لكم تاغلياتيل بالكريمه والشامبينيون. اذا غادي نحتاجوا الشامبينيون، نحتاجوا الدجاج، نحتاجوا هذه التاغلياتيل. بالنسبه كيبقى على حسب اختيار، اللي ما عندوش تاغلياتيل يمكن ليه يغير بسباكيتي. اذا غادي نحتاجوا مقادير 3 فصوص ثوم، واحد ملعقه صغيره من الابزار، ملعقه صغيره من الملح، واحد ملعقة من البقدونس، يمكن لكم ديروا اليابس، واللي عندهم توفر الاخضر يدير الفريش. غادي نحتاجوا موية على البصلة كبيرة، وغادي نحتاجوا هذه الكريمة. اذا هنا درت الماء يغلي، غادي ندير التقليات ديالي تسلق. غادي نضيف لها الزيت، شوية ديال الملح، وغادي نخليها تسلق. اذا غادي ناخذ واحد المقلاة، نضيفوا عليها واحد ما يعادل ملعقة كبيرة من الزبدة. غادي نضيفوا زيت الزيتون، وغادي نضيفوا البصل، نخلي البصل يتقلى واحد شويه ونرجع لكم بعد قليل. ومن بعد غادي نضيفوا الثوم، الابزار والملح. وغادي نضيفوا قطع الدجاج، غادي نشحر واحد شويه. إذا نخليهم تقريبا لمدة 5 دقائق ونرجع باش نحط عليهم الشامبينيون. إذا كما كتشوفو معانا، بعد ما تشحر هاد الدجاج ديالنا غادي نحيدوه، وغادي ناخد واحد الطنجرة نضيفو فيها زيت الزيتون والفطر. واحد شويه ديال الملح، وشويه ديال الابزار، وغادي نخليوها تقلى ونرجع لكم بعد لحظات. اذا من بعد ما تشحر الفطر ديالنا، غادي نضيفو الدجاج، ومن بعد غادي نضيفو الكريمة، تقريبا نصف أو أكثر من نصف العلبة، ونضربلو تنحركو واحد شوية. غادي نزيد عليه بقدونس جاف، مبغيتش نديرو كلو حتى شبان ليا كتير، الباقي غنخليوه في الاخر، نقدرو نزيدوه بالنسبة اللي كيفضل البقدونس شوية بزاف. اذا غادي نغطيو على الخليط ديالنا، نخليه يشرب واحد شوية ومن بعد نرجع ليكم. كما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي ديال الديبات ديالنا بالكريم الفريش ومع الدجاج، وكنتمنى لكم بالصحة والراحة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله الجاي.